ساعتها. ايوه انت في البير. يعني اليوم ده المرشحين او اللي اختيروا ما بيبقوش حاضرين، كويس كل واحد بيبقى في الدير بتاعه. كويس. فانا كانت صلواتي يا رب يعني بلاش الحكايه دي. معقول؟ ما يعني ما كنتش راغب خالص خالص خالص. ليه؟ واللي كان بيأكد الحكايه دي وياه والدتي الله يرحمها. والدتي كانت دايما تقول لي كده، يا ريت يا ابني بلاش، يا ريت يا ابني بلاش. أخدت رأيها؟ لا مش خدت رأيها، ما هو انا اسمي اتحط لا ضمن. ما اقصدش يعني هي، يعني حصل مناقشة ما بينكم في هذا السياق؟ اصل حسب التقليد انا بفاجئ ان اسمي دخل الترشيح، مش انا اللي برشح نفسي. كويس. فلما اتكلمت وياها، هي كانت مريضة الحقيقة ساعتها، كنا في المستشفى، قالت يا ريت يا ابني بلاش، وانا كان من جوايا يا ريت بلاش. طب ليه الإحساس ده؟ اول مسؤولية كبيرة، وثانيا في نقطة كده جوهرية، ان انا مش موجود في القاهرة، انا كانت القاهرة بعيد عني خالص. مش قاهري. كان كل شغلنا دمنهور واسكندرية، فالقاهرة دي كنت انزلها مرة في السنة في اثناء اجتماعات المجمع المقدس، فوعي عارف العبء الكبير اللي موجود خالص، وكنت مرتاح جدا في خدمتي ومبسوط جدا ومتعزي جدا، وقررت قلبي يا ريت بلاش. طب لما أفصحت القرى على الهيكلية عن اسم سيادتك، مين بلغك؟ مش بلغني، انا كنت في القلايه، وبعدها لما اتذاع على الراديو، يعني كان في اباء رهبان ويوم التليفون بيبقى فيه راديو ده، فالطفل اللي اختاروه اسمه بيشوي، الطفل بتاع القرعه، وانا من دير الانبا بشوي، فبقت دي كده يعني زي ما تقول بشارة. انديكيشن ان بشارة يعني في احتمال بشارة. يكون هو. بعد دقايق كان هو. كان هو فطبعا يعني قلبي ارتجف شوية، لكن خفت طبعا طبعا ما زلت خايف. الخوف ده بعد يعني 8 سنين. طبعا طبعا المسؤولية واسعة قوي يا أستاذ حمدي، مسؤولية البابا البطريرك مسؤولية بيتقال ايه هو اللي هيعمله في مسؤولياته يوم رسامته. لو تشوف الأمور المطلوبة، يكفي انه بيتقال يطلب دم الرعية منك، يعني كل واحد في الرعية انت مسؤول عنه. فطبعا دي مسؤولية مش سهلة، ومسؤولية متعددة، وكنيستنا كبيرة وقديمة وعليها يعني ناس كتير عارفة التاريخ بتاعها والحاضر بتاعها.